خلال زيارته للسويس، مدبولي يؤكد مواصلة العمل لتيسير الخدمات للمواطنين ويكشف عن إجراءات لتطوير المناطق السكنية المتهالكة. حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية يجريان تدريبا مشتركا لتأمين الحدود ومكافحة أساليب التهريب. بوتين يدرس تبني مفهوم واشنطن للضربة الاستباقية، وشولتس يشدد على ضرورة إبقاء قوات التواصل مفتوحة مع موسكو لإنهاء الحرب. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تحركا كبيرا من الدولة لتيسير الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء من مجمع السويس الطبي عقب تفقده لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس، حيث أكد مدبولي سعي الدولة لتطوير عدد من المناطق السكنية التي حدث لها تهالك شديد منذ عقود. مدينة السويس تحديدا، طبعا المدينة معروفة بتاريخها، والمدينة بتتميز بموضوع المدن السكنية اللي هي أنشأتها الدولة بعد حرب 73، ويمكن بعضها كمان قبل 73. ومشكلة هذه المناطق بمنتهى الأمانة إن لم تمسها يد التطوير منذ إنشائها، ففي بعضها كان بقاله 40 سنة وبعضها يمكن أكتر من كده. ونتيجة لكده طبعا حصل مع التطور اللي بيحصل وزيادة عدد السكان تهالك شديد جدا للبنية الأساسية وشبكة الشوارع وحتى العمارات السكنية نفسها. فإحنا يمكن كان في 35 مدينة سكنية، سيادة المحافظ لما عرض على فخامة الرئيس وطلب أن يتعمل لها تطوير، الحقيقة كان توجيه فخامة الرئيس للحكومة أن إحنا نبدأ تطوير هذه المناطق بصورة فورية، يعني بهدف طبعا تحسين جودة الحياة لكل أهالينا اللي عايشين فيها واللي بيقطنوا هذه المناطق. وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، شدد رئيس الوزراء على أن مجمع السويس الطبي يندرج تحت مظلة المنظومة على أن يخدم جميع محافظات الأقاليم. وأشار مدبولي إلى تطلعه لافتتاح المجمع الطبي خلال النصف الأول من العام القادم، مشددا على توجيهات الرئيس السيسي بتغطية منظومة التأمين الصحي الشامل جميع ربوع الجمهورية خلال 10 سنوات. إحنا في منطقة مجمع السويس الطبي، والحقيقة هذا المجمع يمكن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما وجه بإنشائه ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتتعمل في كل محافظات مصر، ومنهم طبعا محافظة السويس اللي داخلة ضمن المرحلة الأولى من المحافظات. المجمع ده هو مش مستشفى، دي مدينة طبية كاملة. احنا بنتكلم هنا على منشأة هتبقى على غرار القصر العيني في القاهرة، مستشفى الدمرداش ومجمع مستشفيات جامعة عين شمس، حتى مش هتخدم فقط السويس ولكن هتخدم محافظات اقليم قناة السويس كله. وبالتالي يعني ممكن كان وفيها النهاردة لأول مرة هتحصل تدخلات جراحية لعمليات دقيقة جدا، جراحات القلب المخ والأعصاب. كان يعني أهالينا هنا في السويس عشان يعني أي حد فيهم بيحتاج هذا التدخل الجراحي كان لازم ينزل القاهرة. النهاردة مع هذا الصرح اللي إن شاء الله بنأمل إن يتم افتتاحه في النصف الأول من العام القادم، يعني معالي الوزير إحنا بنتكلم هنضغط قدر الإمكان بحيث يبقى إن شاء الله في النصف الأول من العام القادم يكون اشتغل بالكامل. الأعمال الإنشائية زي ما حضراتكم شفتوها اكتملت، إنما إحنا بنتكلم على توريد الأجهزة الطبية وتفرش المستشفى، وده هياخد الفترة الجاية كله علشان نقدر إن إحنا نشغل هذا المكان ويبقى فعلا صرح طبي يضاف إلى الصروح الطبية الكبيرة جدا اللي بتتعمل. هذا وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الدولة بكافة مؤسساتها على بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة لإرضاء المواطن السويسي كجزء من المواطنين. وفي هذا الإطار أعلن مدبولي أن الدولة بصدد البدء خلال الفترة القادمة في إدراج القطاع الريفي بمنطقة حي الجناين ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
كان دايما اهالي السويس بيقولوا ان احنا صحيح ان احنا بيطلق علينا محافظة حضرية، ولكن هناك قطاع ريفي كبير وهو منطقة حي الجناين، وكانوا طالبين طبعا، وكان في هناك يعني طلبات لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بانها تدرج ضمن مبادرة حياة كريمة، وكان توجيه سيادته للحكومة ان فعلا يتم ادراج القطاع الريفي في محافظة السويس ضمن مبادرة حياة كريمة، وده فعلا ان شاء الله هنبدأ فيه خلال الفترة القادمة علشان برضو نغطي الجزء او القطاع الريفي اللي هو متمثل ما زي ما اتكلمنا مع سيادة المحافظ في حي الجناين انه يبقى داخل ايضا في مبادرة حياة كريمة، وبالتالي مشروعات حياة كريمة اللي بتتعمل ايضا في منطقة حي الجناين. قالت السيدة انتصار السيسي بأن العالم يحتفل اليوم بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يأتي ليذكرنا جميعا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في المجتمع المصري. وأضافت على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان مهمتنا جميعا، وهو ما يتم بالفعل. ولفتت السيدة انتصار السيسي إلى أننا على أعتاب جمهوريتنا الجديدة، وأن المؤسسات الحكومية والمدنية تعمل بجهد صادق وعمل دؤوب لضمان صون كرامة المواطن وتوفير حياة كريمة له. تحتفل مصر في العاشر من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعبر عن تطلع البشرية لبناء عالم قائم على المساواة والتسامح والتعايش والإخاء والاحترام المتبادل بين الشعوب والحضارات. هذا وقد عبرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 من سبتمبر 2021 عن قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية. خطة شاملة ورؤية متكاملة وإسهامات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، خطوات اتخذتها مصر بناء على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 11 من سبتمبر من عام 2021، والتي تعكس قناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرة الأولى، لتكون بمثابة إطار وطني جامع لتنسيق وتحفيز الجهود المصرية في هذا المجال. يأتي ذلك في إطار استكمال جهود مصر لإرساء الجمهورية الجديدة التي تعلي من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون. وشملت الجهود الوطنية مسارات الاستراتيجية الثلاثة، وهي التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، مما أدى لتحقيق العديد من المستهدفات الواردة في محاورها الأربعة، وهي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الهمم والشباب وكبار السن. وفي هذا الإطار منحت مبادرات وقرارات رئيس الجمهورية قوة دفع فارقة نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع دعمها للحريات العامة، والدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، فضلا عن إعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني والدفع بتولي المرأة للمناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فضلا عن رئاستها المجلس القومي لحقوق الإنسان. كما أسهمت المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات في توفير وتحسين سبل العيش الكريم للإنسان المصري، بما يلبي مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويعمق ارتباطها الوثيق باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. بذلك تبقى مصر ماضية بخطى جادة ووثيقة نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان. تواصل عناصر من قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية المدربة على مهام تأمين الحدود تنفيذ التدريب المصري السوداني المشترك حارس الجنوب 2، الذي تستمر فعالياته بمجمع ميادين تدريب قوات حرس الحدود. تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والتدريبات العملية التي تسهم في تعزيز القدرة على تأمين الحدود ومكافحة كافة أساليب التهريب والتسلل والهجرة غير الشرعية.
يأتي التدريب المشترك حارس الجنوب 2 في إطار دعم علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسودانية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين. نظمت إدارة الحرب الكيميائية زيارة لوفد من كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر إلى المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الكيميائية للتعرف على أحدث الإمكانيات والمنظومات في مجال التحاليل الكيميائية والبيولوجية والقياسات الإشعاعية والبيئية. وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل المعامل عبرت خلالها الطالبات عن تقديرهن لمنظومة التحاليل والقياسات المتطورة الموجودة بإدارة الحرب الكيميائية على مدى الاستفادة من تلك الزيارة بما يمكنهن من تطوير قدراتهن العلمية والبحثية في مجالات دراستهن المختلفة. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. هذا وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 527 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 577 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 64 طنا. أما في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فقد تم ضبط أكثر من 471 طنة. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 41 طنا. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 922 قضية من بينها 240 قضية خبز ناقص الوزن و266 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كما تواصل وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون حيث أسفرت جهود الوزارة عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 32 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 5299 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 18 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت قرابة 421 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13254 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 6644 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة عيني ومستندي. كما تم ضبط 9 قضايا بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 18 طن، وضبط 15 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت قرابة 215 طن، وكذلك ضبط 6381 قضية ومخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 2.5 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 28 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 111.5 طن سلع غذائية متنوعة وقرابة 48 طن دقيق أبيض، وتم ضبط 3453 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت أكثر من 253 طن سلع غذائية متنوعة وأكثر من 132 طن دقيق. كما تم ضبط 96 قضية استيلاء على السلع المدعومة
بمضبوطات بلغت 95 طن دقيق وقرابة 66.5 طن سلع مدعومة متنوعة. كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 35 طن أسمنت و5 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 595 قضية في مجالات التلاعب بمنظومة توريد وتداول أرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، وضبط حالات التهريب بمضبوطات بلغت قرابة 4647.5 طن أرز شعير. كما تم ضبط 246 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 57491 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 566,754 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 289,205 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2810 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 127 سائقا منهم. كما تم المرور على 121 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 620 من سائقي حافلات المدارس، تبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 551 مركبة وتبين عدم مطابقة 19 مركبة لشروط الصلاحية الفنية. كما تم رفع 304 سيارة و35 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 4232 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها، عن ضبط 860 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 936 مخالفة الأجهزة الضوئية، وضبط 2203 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص، وضبط 2405 مخالفة ملصقات، وضبط 11 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 1519 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 78,899 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 71,170,887 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 233 قضية، من بينها 104 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات و129 قضية في مجال جرائم المصنفات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 43 قضية بقيمة مالية بلغت 79,158,622 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2512 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 6,149,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,142,508 جنيها. We'll be right back.
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو تدرس تبني ما سماه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقية، موضحا أن الولايات المتحدة طورت مفهوم الضربة الوقائية، كما تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح العدو. وأوضح بوتين أن على روسيا تبني تلك الأفكار التي طورها الأمريكيون لضمان أمنهم. وشدد الرئيس الروسي على أن صواريخ بلاده وأنظمتها التي تفوق سرعة الصوت أكثر حداثة بل وأكثر كفاءة من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة، لافتا إلى أن موسكو لن تستخدم سلاحا نوويا إلا ردا على هجوم من هذا النوع. شدد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين على ضرورة دفع ألمانيا وفرنسا تعويضات لسكان دونباس بعد اعتراف المستشارة الألمانية السابقة أنجلا ميركل بأن اتفاقيات مينسك منحت أوكرانيا الوقت للاستعداد لمواجهة عسكرية مع روسيا. وأضاف فولودين أن اعتراف ميركل يلقي بالمسؤولية الأخلاقية والمادية للتطورات في أوكرانيا على عاتق ألمانيا وفرنسا، ويعكس فظائع التزوير والمكائد والتلاعب بالحقوق التي يعتمدها الغرب على حد تعبيره. من جانبه قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصمم على السيطرة على أجزاء من أوكرانيا، لكن لا يزال من المهم إبقاء بعض قنوات الاتصالات معه مفتوحة حتى انتهاء الأزمة. وأضاف شولتس أنه لم يتضح عدد جنود الروس الذين قتلوا حتى الآن في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن العدد ربما يصل إلى مئات ألف. عزز حلف الناتو من قدراته الجوية للمراقبة على سواحل البحر الأسود المقابلة لروسيا، حيث نشرت القوات الفرنسية نظام دفاع جوي متوسط المدى في دولة رومانيا وتتولى القوات الإيطالية الإشراف عليه. وقال مسؤول عسكري إن نظام الدفاع الجوي مخصص للمراقبة وتزويد القيادة الرئيسية للحلف بكل الملاحظات والتطورات، بالإضافة إلى أنه مصمم لمواجهة صواريخ كروز ويمكن التعامل مع تهديدات متعددة من خلال قدراته على الإطلاق المتعدد، مشيرا إلى أن الحلف ملتزم بتعهداته لتقديم الدعم الأوكراني في مواجهة التهديد الروسي على حد تعبيره. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. اليابان تعتزم إجراء تحول كبير في سياستها الدفاعية والحصول على قدرة الهجوم المضاد. أعلنت مجموعة البنك الدولي الموافقة على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لموازنة كوت ديفوار لدعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستثمار العام والخاص ورأس المال البشري والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. هذا وأكدت مجموعة البنك الدولي أن وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية أشارت إلى أن هذا التمويل سيعمل على تحفيز الاستثمار من خلال تعزيز المنافسة في القطاعات الواعدة، وذلك لضمان القدرة على تحمل الديون وتعظيم تدفقات الاستثمار الخاص. اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة الانتقال الإقليمية لرومانيا التي سيتم بموجبها تخصيص استثمارات بقيمة تصل إلى 2.14 مليار يورو لدعم الانتقال العادل نحو الحياد المناخي في المناطق الأكثر ضعفا في البلاد والتحول إلى اقتصاد أكثر جاذبية واخضرارة. وأكدت المفوضية أن هذه الأموال ستأتي في إطار صندوق الانتقال العادل لمساعدة رومانيا على متابعة التزاماتها بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2032 ودعم العمال المتأثرين بالتحول المستمر في مجال الطاقة للعثور على مؤهلات جديدة ووظائف جديدة. بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي تشيرمان في برلين مع ممثلي جمعيات الصناعة الألمانية سبل تعميق التعاون التجاري بين البلدين على الصعيدين الثنائي والعالمي. هذا وأكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي على أهمية تقليل التبعات الاقتصادية بما في ذلك الاعتماد على الصين، مرحبة بالحوار المفتوح والصريح حول التحديات الاقتصادية والفرص التي تواجه العالم. We'll be right back.
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم الإعلان خلال القمة الأمريكية الأفريقية الثلاثاء المقبل عن دعم إدارته لإضافة الاتحاد الأفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين. وقال كبير مسؤول الشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جود فيرمونت إن الوقت حان كي تكون لأفريقيا مقاعد دائمة على طاولة المنظمات والمبادرات الدولية، مشددا على ضرورة المشاركة الأفريقية في المنتديات الدولية التي تتعلق بالاقتصاد العالمي والديمقراطية وتغير المناخ والصحة والأمن. وكان الرئيس الأمريكي قد دعا 49 من قادة الأفارقة للمشاركة في قمة واشنطن التي تستمر 3 أيام وتبدأ الثلاثاء المقبل. بدأت أستراليا واليابان والولايات المتحدة ودول أخرى الجولة الأولى من المفاوضات التي تهدف إلى وضع القواعد والمعايير الاقتصادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وذلك بقيادة الولايات المتحدة. يأتي ذلك وسط النفوذ المتزايد للصين في تلك المنطقة. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الاجتماع الذي يستمر 6 أيام في أستراليا ستتمحور المفاوضات خلاله حول 4 ركائز، وهي التجارة العادلة ومرونة سلسلة التوريد والبنية التحتية والطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الضرائب ومكافحة الفساد. كشفت مصادر صحفية يابانية أن الحكومة تسعى لإدخال تعديلات على وثائق استراتيجية على الدستور لإحداث تحول كبير في السياسة الدفاعية من خلال الحصول على قدرة الهجوم المضاد، وذلك لأغراض دفاعية. وذكرت المصادر أن مراجعة استراتيجية الأمن القومي ووثيقتين أخريين بما في ذلك فكرة السماح للبلاد بإطلاق النار على صواريخ العدو وتعطيلها قبل إطلاقها من أراضي أجنبية تأتي وسط تقدم كوريا الشمالية في برنامجها النووي ومع زيادة الصين من حشدها العسكري. وقالت المصادر إن اليابان ستلتزم في الوثائق بتعزيز تصنيع الصواريخ طويلة المدى المحلية وشراء صواريخ أجنبية الصنع. أقيمت مراسم حفل تسليم جائزة نوبل للسلام لعام 2022 والتي منحت إلى كل من المدافع عن حقوق الإنسان أليس بيالاتسكي من بيلاروسيا ومنظمة ميموريال الروسية لحقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان الأوكرانية مركز الحريات المدنية من قبل لجنة نوبل النرويجية في أوسلو. تلقى الفائزون 3 بنوبل للسلام الممثلون للمجتمع المدني في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا جائزتهم في أوسلو مع حلول ذكرى وفاة السويدي عالم الكيمياء ألفريد نوبل. نظير جهودهم البارزة لتوثيق جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وإساءة استخدام السلطة، حصل مركز الحريات المدنية الأوكرانية على جائزة نوبل للسلام إلى جانب كل من المدافع البيلاروسي عن حقوق الإنسان أليس بيالياتسكي ومنظمة حقوق الإنسان الروسية ميموريال. وفي خطوة غير معتادة دعا رئيس إحدى المنظمات الحائزة على الجائزة هذا العام إلى تسليم أوكرانيا أسلحة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ووقف العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتمنح الجائزة بعض العزاء للناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي مؤسس مجموعة فياستا الحقوقية الذي لا يزال مسجونا في بلاده منذ يوليو 2020 وبانتظار محاكمة يواجه فيها عقوبة السجن لمدة 12 عاما. المنظمتان غير الحكوميتين دعت الأوكرانيين إلى الاستمرار في المقاومة وطالبت الدول الغربية بمواصلة دعم كييف حتى تحرير أراضيها. ويتلقى الفائزون 3 بنوبل للسلام الذين يمثلون المجتمع المدني في أوكرانيا وروسيا وبيلاروسيا يتلقون جائزتهم في أوسلو مع حلول ذكرى وفاة السويدي عالم الكيمياء مانح الجائزة التي تحمل اسمه ألفريد نوبل وتمنح كل عام بناء على وصيته التي وهب فيها ثروته لمن يخدم الإنسانية في مجال تخصصه في محاولة للتكفير عن اختراعه للديناميت.
نظم حزب حماة الوطن مؤتمرا بمحافظة المنيا في إطار سلسلة اللقاءات والجلسات الحوارية الخاصة بالحوار الوطني لدعم توطين الصناعة والمنتج المحلي. وركز المؤتمر على عدة محاور من أبرزها بحث كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال دعم المنتج المحلي واستغلال الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها محافظة المنيا لتقليص نسبة البطالة، بالإضافة إلى استغلال الموارد الطبيعية بالمحافظة في إقامة مشروعات ومصانع لتوفير فرص عمل، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة للعبور من الأزمة الاقتصادية. بحثنا أيضا الموارد الطبيعية في محافظة المنيا، زي الحجر الجيري اللي موجود اللي تشتهر بمحافظة المنيا، زي الرخام، وكيفية استغلال المواد دي تمام في العبور من الأزمة الاقتصادية عن طريق إقامة مشروعات منتجات الصغيرة، عن طريق إقامة المصانع الصغيرة تمام لتوفير فرص عمل جيدة للشباب. أن العالم أجمع مر بعدة أزمات منذ 4 أعوام، وإحنا في أزمات متتالية. هذه الأزمات انعكست على الاقتصاد في العالم والاقتصاد في الدول النامية وأيضا أثرت على مصر. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهود حثيثة للخروج من هذه الأزمة، فعمل على توطين الصناعة المصرية والاعتماد على الصناعة المصرية وأيضا الاعتماد على المنتج المحلي. الدولة بتتجه دلوقتي إن هي تدعم صغار المستثمرين وتدعم أنشطة الصغيرة والمتوسطة. في أكتر من مشروع قومي في البلد بيدعم الشباب من تأهيل وتمكين ومساعدة في إن هم يكونوا جزء من الحياة الاقتصادية المصرية. عقدت وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا بهدف رفع الوعي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب الحديث عن أسباب انتشار الأمراض التنفسية وطرق الوقاية والعلاج منها. وعرضت خلال المؤتمر منظومة رصد الإنفلونزا والأمراض التنفسية بالدولة. مع انتشار الأمراض التنفسية الحادة خلال الفترة الماضية، جاء هذا المؤتمر الصحفي بهدف رفع الوعي بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب الحديث عن أسباب انتشار الأمراض التنفسية وطرق الوقاية والعلاج. التطعيمات شيء مهم جدا في الوقاية من الكثير من الأمراض، ولعلنا كلنا أدركنا وشفنا قد إيه كان تأثير قدرة الجهات الصحية على إنتاج لقاح كورونا في تخفيف حجم الجائحة وتخفيف الاحتياج لدخول المستشفيات وتخفيف معدلات الوفيات. خلال المؤتمر تم عرض منظومة رصد الإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة بالدولة، والتي تنقسم لنظام الترصد القومي ونظام الترصد القائم على الحدث، إلى جانب برامج الاستخبارات الوبائية والمسوحات الصحية والأبحاث الميدانية. التطعيمات هي أكثر وسيلة فعالة وبتجيب تأثير إن إحنا نحمي فئات المجتمع المختلفة من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم. الدولة المصرية ووزارة الصحة بتصرف سنوياً على التطعيمات ما يقرب من 1,300,000,000 جنيه سنوياً للحماية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم. في ناس بتتلخبط بين الإنفلونزا والبرد، تعتقد خطأً إن هذا التطعيم غير مهم، والوزارة طبعاً لأنها فاهمة أهمية التطعيم وفهم خطورة المرض، لأن اللي بيعيا بيه ويجي له مضاعفات ممكن تلاقي نفسك داخل المستشفى، تكاليف زيادة على الشخص وعلى الدولة. وبالتالي يعني الوزارة والمصنع للتطعيم بيلتقوا في حاجة واحدة، اللي هو الحفاظ على صحة العيان. مع انتشار الأمراض التنفسية يأتي دور مؤسسات الدولة لتوعية المواطنين باتخاذ الأساليب الوقائية واتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة خلال الفترة بين فصلي الخريف والشتاء، وذلك للوقاية من الأمراض الفيروسية. تصل الطاقة التصميمية لمحطة تنقية مياه الشرب من مدينة بني سويف الجديدة إلى 104,000 متر مكعب يوميا، ويأتي ذلك بعد تطوير المحطة وتحديث المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجديد المرشحات للمحافظة على المياه بأعلى كفاءة وأفضل جودة. عبر المشروعات التنموية في جميع ربوع مصر، تسعى الدولة لتحقيق جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. صعيد مصر
لم يغب عن بوصلة المشروعات التنموية، حيث أكدت القيادة السياسية أن الصعيد وشبابه على رأس أجندة العمل الوطني في هذه المرحلة. في محافظة بني سويف تم تطوير محطة تنقية مياه الشرب بمدينة بني سويف الجديدة ورفع طاقتها التصميمية لتبلغ 104,000 متر مكعب يومياً، وذلك بعد تطويرها وتحديث المعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجديد المرشحات للمحافظة على المياه بأعلى كفاءة وأفضل جودة وفقاً للمعايير العالمية. في محطة تنقية مياه الشرب بمدينة بني سويف الجديدة، ودي المحطة تم إنشائها طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين من المياه النقية. هذه المحطة حصلت على 3 شهادات ISO في أغسطس الماضي، وهي شهادة السلامة والصحة المهنية 45001، شهادة نظام الجودة 9001، شهادة نظام الإدارة البيئية 14001. كمان المحطة هنا فيها معمل لقياس درجة المياه على أعلى النظم. المحطة هنا بتنتج الطاقة الكلية بتاعتها 104000 متر مكعب يوم. المحطة تقوم بتنقية المياه الواردة من مأخذ المياه من نهر النيل وإجراء كافة التحاليل لها وإضافة الجرعات المثالية من الشب والكلور، كما تم رفع كفاءة مكوناتها من معامل ونظم إدارة صحية وبيئية. المحطة هنا بتخدم مدينة بني سويف الجديدة بالإضافة إلى المناطق الصناعية اللي موجودة عندنا هنا، وحاليا حصل عليها تطوير للمحطة وبعض المرافق برضو الرئيسية في المدينة هنا بتكلفة حوالي 300 مليون جنيه. المحطة بتوفر المياه لجميع الساكنين هنا وبكمية اللي محتاجها كلها المدينة. يعني احنا المدينة حاليا بتستهلك 55,000 متر مكعب في اليوم، واحنا بننتج 104,000 متر مكعب في اليوم. تطوير مشروعات مياه الشرب أحد أهم روافد التنمية ودعم جودة الحياة لملايين المواطنين والحفاظ على صحتهم، كما أنها عامل أساسي لتحقيق تنمية عمرانية حديثة وأيضاً دعم المشروعات الصناعية في كل ربوع البلاد. اهتمام غير مسبوق توليه الدولة للقطاع الطبي في سبيل تطويره والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلاله للمواطن المصري، بتوجيهات من القيادة السياسية تم التوسع في إنشاء المراكز والصروح الطبية المختلفة التي حازت على شهرة محلية وإقليمية، وعلى رأسها مركز جراحة القلب والأوعية الدموية بجامعة المنصورة. صرح جديد من الصروح الطبية التي تقف شاهدة على اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية في مصر بشكل غير مسبوق. إنه مركز جراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة المنصورة الذي يخدم نحو 25 مليون مواطن. هذا المركز يخدم نصف منطقة الدلتا قاطبة. المركز بيخدم حوالي 25 مليون مواطن من جميع أنحاء مصر بكل جوانبهم وما يحتاجونه من جراحات في جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية. كل الجراحات المتطورة، جميع الإمكانيات متاحة في هذا المركز لأعلى مستوى من التقنيات العالمية، خبرة من جميع العاملين والمتدربين في المركز، طافوا كل بقاع الدنيا ليحصلوا على الخبرات التي تضيف لهذا الكيان في جامعة المنصورة. المركز فيه 14 غرفة عمليات جاهزة بكل أحدث التكنولوجيا من أساطر تداخلية، من الأسطرة الهجين، جراحات القلب المفتوح، في منظومة لزراعة الرئة قادمة في هذا المركز، قدرة استيعابية للعنايات المركزة بقدرة 33 سرير، 85 سراير داخلي للمرضى. الحقيقة بنقول إن احنا يوميا، احنا في خلال الفترة اللي فاتت استقبلنا ما يقرب من 5,000 مريض على مدى الأيام السابقة. يعتبر المركز أول مركز متخصص في الجراحات المتقدمة، ويشتمل
على تخصصات جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية معا في مصر والشرق الأوسط، وتم افتتاحه تجريبيا عام 2020، وبدأ باستقبال المرضى في العيادات الخارجية إلى أن تم افتتاحه رسميا. يهدف المركز للنهوض بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات في جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية، وذلك على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 400 مليون جنيه. هذا ويساهم المركز في تطوير الأبحاث العلمية والدراسات العليا في تخصصات جراحة القلب والأوعية، كما أنه يتيح فرصة لتدريب الأطباء، ومع مرور الوقت سيكون المركز سببا في الترويج للسياحة العلاجية في مصر. نظمت مؤسسة حياة كريمة جلسة الحوار المجتمعي السابعة للمراكز والقرى بمحافظة بني سويف. تأتي جلسة الحوار المجتمعي استعدادا لإطلاق مبادرة حياة كريمة بها كحل للتنمية مع أهالي قرية بلفيا، وتم تناول الموضوعات الخاصة بالقطاعات الخدمية المختلفة لتوضيح المجهود المبذول خلال المرحلة الأولى وشرح المكونات الأساسية للخطة المقترحة بالمرحلة الثانية من المبادرة والتي تستهدف مراكز المحافظة المختلفة. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة سوهاج زيارة لطلاب الجامعة للتعرف على إنجازات المشروع القومي حياة كريمة بقرى ومراكز المبادرة. وشهدت الزيارة تفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرة تفلاق والذي تم تنفيذه بالكامل، فضلا عن زيارة مركز طب الأسرة بالقرية حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 65%. وأوضحت المؤسسة للطلاب المشروعات التي تم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمركز وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لقرى الريف المختلفة والتي تعتبر نقلة في حياة أهالي محافظة سوهاج في كل القطاعات. انطلقت قافلة طبية بأبو رماد تابعة لمحافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر وسيم إدوارد أن القافلة وقعت الكشف الطبي مع صرف علاج ل 138 حالة بمختلف التخصصات الطبية. وأشارت القافلة الطبية إلى أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. ومرنا إيهاب، أهلا بك. شكرا لكما محمد وصحر، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي مع بداية العام المقبل 2023. وأوضح المركز الإعلامي استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم والبلغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية. يواصل معرض صنع في دمياط للأثاث فعالياته في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر، ويضم المعرض 74 عارضا لعرض مجموعة متنوعة من الأثاث الدمياطية ذي السمعة العالمية.
يستمر العشرات من أصحاب مصانع وورش الآثاث بمحافظة دمياط في عرض منتجاتهم من الأخشاب الطبيعية في تصميمات تراثية وعصرية أمام سكان القاهرة الكبرى بمعرض صنع في دمياط للآثاث في قاعة مشاريع مصر بأرض المعارض بمدينة نصر. بالنسبة للمميزات هنا المكان فوق الوصف بكتير جدا بالنسبة للعرض والعارضين والإدارة بتاعة المعرض ناس محترمة جدا بيتحدوا الصعاب كلها عشان يريحونا في العرض. بالنسبة للتسويق التسويق هنا محترم جدا واحنا من ناحيتنا بنعمل عروض كل فترة واحنا نازلين بنعمل عروض عشان ننشط عملية التسويق بالنسبة للمنتجات بتاعتنا في دمياط. احنا بنعمل احلى جودة واحلى حاجة يعني انت لو صورت حضرتك الموبيليا شغل بسم الله ما شاء الله خشب زان روماني مبخر خد بال حضرتك وبنصدر بره كمان السعودية الامارات اخد بال حضرتك شغل على مستوى يعني الحمد لله فضل الله من عند ربنا ان شاء الله. جبنا شغل مصانعنا في القاهرة يعني جبنا المنتج لما لحد لما هنا لما المكان يعني وصلنا للعميل تمام. احنا جايبين شغل للمصنع وبنبيع بسعر تكلفة عشان نحقق مبيعات اكتر بالاضافة للمبيعات احنا عاطين جودة ممتازة جدا. المعرض في نسخته 16 منذ 2016 ودورته الثالثة هذا العام يضم 74 عارضا لعرض مجموعة متنوعة من الآثاث الدمياطي الفاخر ذي السمعة العالمية مثل غرف النوم والصالونات وغرف المعيشة وسط تخفيضات وعروض مختلفة وأسعار تنافسية في متناول المستهلك المصري. الشغل الدمياطي طبعا لا يعلى عليه في مصر احنا نسمع عنه كويس جدا يعني فحبينا بقى بدل ما بنسافر ناخد المشوار ده كله لا نيجي هنا بقى نتفرج ونشوف وانا بسم الله ما شاء الله شايف في خامات حلوه جدا وفي موديلات ممتازه جدا. موديلات جميله متنوعه الاسعار معقوله جدا بالنسبه اللي احنا بنشوفه بره الاسعار جميله جدا خشب متين كل حاجه فيها جميله. وياتي تنظيم معرض صنع في دمياط للآثاث في اطار التنسيق والتعاون بين جهاز تنميه المشروعات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر ومحافظه دمياط ويفتح المعرض ابوابه للزوار من 10 صباحا للـ10 مساء وحتى 17 من ديسمبر. إذن هي مجهودات لا تتوقف من الدولة لتشجيع الصناعة الوطنية للنهوض بقطاع الآثاث مما يساعد على توفير فرص عمل وفتح آفاق تسويقية جديدة داخليا وخارجيا. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحلة العامة ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية. القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية. We'll be right back.
في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب عالميا إلى 1798.40 دولارا للأوقية، ومحليا سجلها يار 18 نحو 1457 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 21 نحو 1700 جنيها للجرام، في حين سجل عيار 24 نحو 1947 جنيها، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 13600 جنيها. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط مع تسجيل خام برنت والخام الأمريكية أكبر خسائر أسبوعية منذ عدة أشهر، وذلك وسط مخاوف متنامية من الركود. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو يقدر ب7% إلى 76.10 دولار للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 62% ليصل إلى 71.2 دولار للبرميل، مسجلا أدنى مستوى له في عام 2022. وكذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.33% لتصل إلى 2.81 دولار للتر. وفي المقابل صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.75% لتسجل 6.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال مسؤولون أمريكيون أن الفرق المختصة أوشكت على احتواء تسرب نفطي من خط أنابيب كاستن بلغ حجمه 588 ألف برميل من النفط الخام في مجرى مائي. وإذا صحت التقديرات سيكون ذلك أكبر تسرب للنفط الخام في الولايات المتحدة منذ عام 2013 وفق منظمة Pipeline Safety Trust المختصة بسلامة خطوط الأنابيب. وأيضا ستكون انعكاسات الحادثة على سوق الطاقة مرهونة بمدة وقف الإمدادات من الخط الذي ينقل النفط أيضا إلى ولاية أوكلاهوما، حيث يتم التداول بنفط غرب تكساس الوسيط وهو الخام المرجعي الأمريكي. توقعت الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات نمو مبيعات السيارات في الصين بنسبة 3% فقط، وذلك في عام 2023 تصل إلى 27.6 مليون سيارة. وتوقعت الرابطة تعرض القطاع لضغوط نزولية العام المقبل، بما في ذلك تباطؤ انتعاش ثقة المستهلك بعد انتهاء أجل الحوافز الحكومية المرتبطة بفيروس كورونا في نهاية عام 2022. وقالت الرابطة إنه من المرجح أن تنمو مبيعات سيارات الطاقة الجديدة بنسبة تقدر ب 35% لتصل إلى 9 ملايين سيارة. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة لكم مرة أخرى محمد وسحر. شكرا لك ميرنا. أعلنت السلطات الصينية اتخاذ إجراءات حازمة ضد التلاعب في أسعار الإمدادات الطبية والأدوية والسعي لضمان تدفقها بسلاسة مع تنامي المخاوف من تفشي جائحة كورونا على نطاق واسع بعد تخفيف القيود الصارمة على مستوى البلاد. وحذرت إدارة تنظيم الأسواق بالصين من التلاعب في أسعار المنتجات المضادة لفيروس كورونا، مشيرة إلى الحاجة إلى حماية أرواح البشر والحفاظ على صحتهم بشكل أفضل. وكانت الصين قد أعلنت في وقت سابق 10 إجراءات لتخفيف قيود كورونا. فقدت الحياة الثقافية في مصر رئيس مجمع اللغة العربية الأديب والناقد الدكتور صلاح فضل الذي وفته المنية اليوم. ونعى مجمع اللغة العربية الناقد الأدبي الكبير أشاد بدراساته المتعددة في حقل الدراسات النقدية والأدبية. We'll be right back.
رحم الله الناقد الكبير والأديب الأستاذ الدكتور صلاح فضل. الآن نتوقف مع حضراتكم واستعراض الحالة الجوية وأخبار الطقس. مرة أخرى إليك ميرنا. شكرا لكما محمد وصحر، والآن وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15، الأسكندرية 23-14، مطروح 23-14، بورسعيد 23-14، الإسماعيلية 25-12. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 24 درجة والصغرى 13، العريش 23-12، طابة 24-14، شرم الشيخ 27-18، والغرطقة 27-17. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 11، أسوان 28-12، الوادي الجديد 26-11، شلاتين 28-19، وأخيرا حرايب العظمى 26 درجة والصغرى 19. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة متوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن نترككم مع أهم لقطة في هذا اليوم. بلقطة اليوم نصل لنهاية نشرة التاسعة، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. خلال زيارته للسويس مدبولي يؤكد مواصلة العمل لتيسير الخدمات للمواطنين ويكشف عن إجراءات لتطوير المناطق السكنية المتهالكة. تدريب مشترك لتأمين الحدود ومكافحة أساليب التهريب تنفذه قوات حرس الحدود المصرية وعناصر المشاة السودانية. بوتين يدرس تبني مفهوم واشنطن للضربة الاستباقية، وتشولتس يشدد على ضرورة إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع موسكو لإنهاء الحرب.
بهذه العناوين انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا معنا ومعكم ويوسف الحسين. أهلا بك يوسف. أهلا بك يا يوسف. أهلا بك يا صحر. أهلا بك يا محمد. صحر درجة الحرارة 16 جوه الاستوديو. أنت عارف النظرية بتاعتي قبل كده قلتها لك. آه. اللي كل لما تتحط في الفريزر نحافظ عليك. بالظبط، بتحافظ على البني آدم، على الكيان في حد ذاته. بالمناسبة عايزين كلنا نهني المغرب طبعًا بالصعود طبعًا التاريخي طبعًا. ده حاجة عظمة يعني، خبر أسعد كل العرب، ويعني حالة فرح جميلة جدا كلنا عايشينها النهاردة. أوي. يعني ألف مبروك، وأول فريق عربي أفريقي يصل إلى الربع النهائي. لا ده احنا لازم نشغلهم الاغنيه بتاعت والله وعملوها الرجاله عندنا هنا يعني، برضو تأييدا ليهم وتشجيعا. اشكركم جدا. شكرا يا سحر، شكرا يا محمد، واستاذنكم نبدا فقراتنا.